اهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير، حياكم الله. فضلوا في منزلي المتواضع. اهلا وسهلا. صبحكم الله بالخير والعافيه. اني رائد شاكر حسين من اهالي الناصريه في مربع المدينه من قلب الناصريه، اعمل صاحب مقهى شعبي يتطاول عمرها 29 سنة، ورثتها عن جدي وعن أبي لكن في غير المكان. كانت لنا مقهى أسست بال68، اسمها مقهى العمال، يرتادوها المثقفين والأدباء والشعراء في منطقة شارع 20 في جراج بغداد القديم، أيضا منطقة شعبية. والحمد لله وأنا أعمل كنت مع أبي وجدي وأنا في سن 8 سنوات، والحمد لله فتوسعت الناصرية حتى أتيت إلى مدينة الناصرية في مربع المدينة في شارع الحبوبي بسنة 91 ضبطا، وكان عمري أنا ذاك شاب في رعانة الشباب والطموح. والحمد لله والشكر رتبت لفد مؤسسة مثل ما يقولون على قد حالي، واستقطبت بيها في الكلمة الطيبة والتعامل الحسن وطيب الشاي والمشروبات الساخنة، حتى صاروا يتراودونها أبناء المدينة والشعراء أيضا والأدباء والفقراء وكل الناس المحبين للمدينة وللناصرية. حتى كنت يعني مرات تكون عندي مناسبات حزينة أو مناسبات فرحة فأضطر على أغلق المقهى، فكان الناس يتصلون بي: يا حج رائد وين رحت؟ وين نروح؟ وين نجي؟ تعودنا عليك. والحمد لله الحياة جميلة في بساطتها، وأنا صاحب عائلة تتكون من 8 أشخاص ووالدتي الحمد لله والشكر عمرها مقعدة، ومارس حياتي بكل بساطة. وجميل أن تدؤب وتسعى للقمة الحلال، وحتى لو كان عملك بسيطا وحرفيا وعصميا جدا، لكن عندما أدخل إلى البيت وعائلتي وأتي متعب منهك، تعامل الناس أيضا يتعب وينهك، لكن حسست بنفسي بأن جبت قضيت حاجة حوائج عائلتي من مدارس من كل حوائجهم، أحس بالارتياح والحمد لله والشكر. أنا لدي والدة معي تسكن في هذا البيت البسيط الذي يقع بيتي قرب محلي، قرب مكان عملي أيضا في الحبوبي في زقاق شعبي، أيضا هذا الزقاق عمره تقريبا بال130 سنة، يعني قرن وربع. والحمد لله والشكر وماشي الأمور، وعندي 6 أولاد، 2 ولد و4 بنات، ووالدتي وزوجتي والحمد لله والشكر. أنا متعود الحمد لله والشكر قبل لا أروح للعمل المحلي أمر على أمي على احتياجات البيت، على زوجتي أيضا يا بش محتاجين البيت إيش محتاجين، فايضا امي اقلش محتاجين كعلاج كمستلزمات، والحمد لله والشكر وعايشين حياتنا بالبساطه والحمد لله والشكر. انا وجود امي ينطيني انفاس في الحياه، يشهد الله الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر ان شاء الله خير. اي الحمد لله والشكر. فالام هي تعتبر انا لي كطريق معبد والحمد لله والشكر. اي احب بيت رائد فاي امي الحمد لله والشكر. اربعه اي طبعا بناتي هي ربت بناتي وانا اشعر بالامل والله، واشعر بالطموح من اشوف امي الصبح، وما ارتاح ما ارتاح لما اقعد الصبح يما راح اروح العمل اروح القهوه وهي خطيه مرات نايمه وارجع من المحل قلت لي منو؟ قلت لها يما رائد. قالت ها جيت من قهوتك شنو اخبارك؟ تحاول انت تطقس وضعي سديتها. اكو حرامي صحيح ان شاء الله خير. جبن اكو جبن اللي عامل ذن المهديات هذا جبن كلش حلو هاي حلوه اختار على ذي شيء هذا شيء اسمه باكر مو كامل تفضل هذا جبن شلون؟
رجل مال هاي كنس بس كلاي مو ممكن ياكل هي مو قلت لي بيه بسام وأكلتي مرادة ما يخاف هذا كل زين شو والله بس بس هاي والله بس يلا بس هذا يسوي يوم حتى يمشي بطنك يلا يمو مدري ودي المسواق عن واتساب يلا يما يلا طفي اللوبات عليك ادعي لي يما ادعي لي يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد صار هسه راح اتوكل العمل على محمد وآل محمد يا الله أصبحنا وأصبح الملك كله بلشنا العمل الحمد لله وشكرا صباح جميل من قلب الناصرية مع الناس البسطاء قهوة حج رائد هي تبدأ العمل بالسابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً ويرتادها الأدباء والشعراء والكسبة والناس العصاميين أصحاب الحرف هاي الصبح أما العصر فيرتادها المتقاعدون المدرسون المعلمون نقابة المهندسون نقابة الفنانين أيضاً برئاسة الأستاذ علي عبد عيد وتكون في مقهى حج رائد يعني مثلا رمضان عندنا أمسية ثقافية أدبية شعرية يجتمع بها الأدباء وتكون هناك منصة لتراث الناصرية تنغم بتراث الناصرية وعطاء الناصرية قهوة حج رائد يعني حتى أكو موقع على الفيس بالتواصل الاجتماعي موقع قهوة حج رائد تصور الناس اللي يرتادوا لها تنشر الناس اللي يتوفون يموتون مثلا من أبناء المدينة الناس اللي يمرون بوعكات صحية أيضا كذلك يعني قهوة حج رائد تقف بكثف مع أبناء المدينة كلها يعني المريض المحتاج المثقف اللي ألف له كتاب ويريد ينشره يجي يوزعه بالقهوة وأمور هواي نشاطات قهوة حج رائد هي باجتماع الناس تناقش معاناتهم عندنا مؤسسات إنسانية مثل كافي اليتيم عندنا صندوق لها مثل المعوزين نحب لأن تجمع الناس هو راح يبدأ رأي بعد فلان محتاج فلان يريد مساعدة فلان عنده فد مشكلة فهي ملتقى لكل المثقفين والبسطاء وحتى عندنا شخصيات كبار زارت هاي القهوة فقهوة حج رائد يعني رغم بساطة المكان لكن غنية بناسها اللي تجيها من مثقفين وأدباء وشعراء وناس طيبون وأبناء مدينة أصلاء
فهي هاي القهوة. القهوة الحمد لله والشكر تكون فيها الطرفة وتكون فيها النكتة وتكون فيها الموعظة أيضا وتكون فيها شلون تفريغ النفس. أي إنسان يجي إذا كان ضايج أو فرد شي يجي هنا يشوف المتعة والحياة في هاي القهوة. باجتماع الناس عندنا نوعيات جدا راقية تجي بالقهوة، والأمكنة الشعبية يا ما انبثقت من عندها ناس سياسيين وعلماء وفطاحل. فالمقاهي والناصرية غنية في مقاهيها ومثقفيها وأهلها الطيبين، ومعرفتي بهاي الناس طبعا أسهرهم في أفراحهم وأحزانهم، ونجتمع لنذهب لفلان أو لنساعد فلان، وتجمع جميل بحب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمقهى الجرائد كبقية المقاهي هي محطة استراحة مجتمعية للناس، يلتقي بها المعلم والموظف والكاسب والمقاول والطالب أحيانا والدكتور، فهي محطة استراحة كثير ما يكون يتم التبادل بها الأمور الاجتماعية من وفيات من مناسبات. الشؤون السياسية دائما يكون النقاش فيها، الشؤون السياسية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الاقتصادية، متابعة الأخبار اليومية، هذا من جهة. من جهة ثانية بالنسبة لمقهى حجرة، مقهى قديمة من 91 حقيقة بيها نكهة ومذاق بالنسبة إلى جلاسة. أما مسألة أنه تعتبر المقهى والعطارين والبطارين فهذا أنا ما أتفق به. هي المقهى مقهى تجمع أو مقهى التقاء أو محطة استراحة نقدر نقول عليها. وحقيقة دائما النقاشات اللي تتم بالمقهى بين الجالسين بيها حقيقة يبدأ تلاقح أفكار بيناتهم. هذا تلاقح أفكار بالنسبة للسياسة، بالنسبة للمجتمع، أمور اجتماعية، أمور اقتصادية، هاي كلها تتم بالمقاهي. فهي مو يعني وجدت للعطار والبطال، لا، وإنما هي تجمع اجتماعي مثل ما قلت. ومقهى حج رائد من المقاهي المعروفة بالناصرية والمشهورة واللي يبعث ابتسامة حقيقة والراحة لجلاسة. أحيانا يصير عصبي بس احنا نتحمله. حج رائد يعني نموذج جيد من ابناء المدينه، والمدينه يعني نقدر نقول نار على علم بالمدينه الناصريه. واهل الناصريه كثير من المقاهي بدت وصعدت واكو مقاهي انتهت. تعتبر هي مقهى حج رائد حديثه رغم عمرها انه صارت ب 91 بس هي لا يعني حديثه، وهي في قلب المدينه وفي قلب السوق. حج رائد نموذج جيد باداره المقهى وحريص على عمله وعلاقاته الاجتماعيه جيده، يتواصل مع الاخرين. واحنا حقيقه يعني هو وجه مدينه. يلا حمود يلا شيل هذا. هلا شلونك يا حبيبي؟ هلا بي شطيك غاتي طيني شاي حلو هنا بس كان لو بالسفري. بالنسبة للقائنا هنا دائما يوميا في مقهى حج رائد. حج رائد من الشخصيات المعروفة بالمحافظة طبعا، ذو فكاهة. وبالنسبة للحج رائد ابن مدينة، احنا عشنا وياه طفولة في مدينة الناصرية محلة الصيراي. يعني ماكو يوم ما نجي نلتقي بهذا المقهى. المقهى طبعا تلتقي به اهل المدينة كلهم، ذو شخصيات معروفة
وكذلك في بعض المناسبات الرمضانية هناك تحدث بعض الأمسيات الرمضانية من شعراء وناس معروفين يسردون بعض القصص لتاريخ المدينة. فحج رائد من الشخصيات المعروفة بمدينة الناصرية، وتعتبر من المقاهي القديمة. طبعاً هو كان عنده مقهى، هو وأبوه موجودين هناك بجراج الناصرية، والمقهى طبعاً هذا من 91 لحد هذا اليوم يرتادون أهل المدينة، أهل المدينة المعروفين. وإحنا طبعاً ماكو يوم إذا مو نجي نلتقي، وإذا ما نجي في يوم من الأيام هو يتصل علينا بحضورنا بهذا المقهى. عليكم السلام، هلا عمور، شلونك؟ شطيك عمار واحد. حمودي دوم من أقريك، شو أقول لك؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي قاعدة لازم نحفظها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريق العلم سهل الله له طريق الجنة. هسا اليوم حمودي شو أخذته بالمدرسة؟ أخذت التعبير التجاري ضيوف المدرسة امتحان. تعبير شنو؟ التعبير التجاري ضيوف المدرسة. حلو، يعني امتحنتوه هذا اليوم. الحمد لله والشكر. أهم شيء حمودي واجباتك اليومية، مو تقول ها اخليها الباكر، تمام؟ بالرياضيات شو اخذتوا؟ الكسور العشريه. الكسور العشريه. اسلاميه يمكن امس امتحنت؟ اي شهر ثاني. حلو 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 حمودي، انا حمودي مرتاح منك والحمد لله والشكر. بعد شنو عندنا؟ هسه انتم يا فصل وصلتوا بالعربي بالقراءه؟ بالقراءه فصل ثاني. فصل الثاني؟ الثاني. الثاني حلو. حلو، ان شاء الله راح تكملونه، يعني نص السنه العطله. نص السنه الامتحانات نص السنه تكملون الثالث. حلو، يبقى عندك ايش قد؟ يبقى عندك كم فصل؟ واحد. واحد يعني مكمل. اهم شيء واجباتك اليوميه، واهم شيء تقسيم وقتك. وقتك شنو يعني؟ جيت ب 12 اكل وجبه الغداء، بعدين انام لساعه، بعدين اقعد اكمل واجباتي على مود بالليل هم افرغ، اقعد ويا ماما، اقعد ويا بابا. وتر اي انسان يرتب جدول لعمله أو قراءته أو مواظبته راح يكون شنو؟ مجتهد. بالنسبة لحياتي المنزلية، لأن سابقا حكينا بحياة العمل والسوق والمشقة والتعب، عندما أرجع للبيت الحمد لله والشكر كل تعب وإرهاق الحياة تشوفه بمتعته، تحس بتعب هذا مالتك يروح يم أطفالك عندما تدخل البيت، زوجتك، أمك، أولادك، والحمد لله والشكر هاي الأمور ماشية. فأرجع تقريبا بثمانية بالليل، أرجع أرتب الحياة بالبيت، أطب، أغسل، أرتاح، أتعشى، أتصفح الفيس طبعا، أشوف أخبار البلد على القنوات الفضائية. بعدين عندي 6 أولاد الحمد لله والشكر، 4 بنات و2 ولد، أمر عليهم واحد واحد، أشوف شنو احتياجاتهم الحمد لله والشكر. يعني البنات عندي 3 بغرفة أطب عليهم. عندي ابني الكبير اسمه شاكر، 2001 2002، بالسادس أحيائي، يعني السادس علمي، هم قاعد أواظب أموره، حياته الدراسية. وعندي أيضا بنتي بالسادس أحيائي ثمينه، هم نفس الشيء، أشوف أمورها ووضعها. وعندي بنتي فرقان بالرابع إعدادي، وعندي بنتي حليمة. شاكر طبعا سميتها على اسم والدي، لأن يعني والدي شهيد بالحرب العراقية الإيرانية، فاعتزازا بأبوي سميتها شاكر. وعندي بنية اسمها حليمة أيضا سميتها اعتزازا بأمي اللي هي الحمد لله والشكر موجودة،
وانا عايش ببركته سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر. وعندي بنتي هاي اسميها دلاحه، اسميها خوخه، هي اسمها اراس. وعندي محمد حسين اللي هو اطمح به خير. فهم ذول راس مالي، هم ذول اللي يمتصون تعب الحياه من عندي. يعني الحمد لله والشكر. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اشوف شاكر ابني فرد مكان عظيم على مود يقولون يا ابو هذا، يا هو هذا شاكر رائد بالحج، رائد القهوتشي او صاحب القهوه، صاحب الحرفه الشعبيه، او محمد حسين اللي اتمنى اشوفه ايضا وهو عنده امنيه ويطمح بان يكون يعني، وانا اساعدهم وادعمهم والحمد لله والشكر وماشي الحياه بخير وبركه. والحمد لله مراقبهم عن كثف لان يعني هم يهموني جدا، يعني اشوف دروسهم، مدارسهم، مجلس الآباء مثلا، أواكب مدارسهم، أمورهم الحياتية. وأنا هم عشت فترة حرمان، يعني شلون قاعد أطلعها أريد ولدي ما يعيشونها، اللي هي ليتهم. أنا والدي شهيد الحرب العراقية الإيرانية، قلت لكم أنا بالصف الثالث ابتدائي، أتذكر بالصف الثالث ابتدائي استشهد والدي. فأمي كانت المسكينة فجأة راح أبوي عنها. أمي أنا وإخواني سبعة أولاد، ما عندنا خوات طبعاً، سبعة أولاد. فأمي المسكينة المرأة العصمية احتضنت سبعة أولاد، وكنا مشاكسين لأن بين ولد وولد سنتين، يعني مثل ما نقولها بالشعبية الدارجة رواسية. فأمي هم يعني تعبت بينا الحمد لله والشكر. أنا إخواني عندي ستة، عندي دكتوراه اثنين، عندي اثنين مهندسين، عندي كبير مشرف تربوي، عندي اللي أصغر من عنده ضابط شرطة، والحمد لله والشكر. فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أخذ الطريق اللي مشت به أمي الله يحفظها، شلون ربتنا. فأنا أطمح أن هيك أربي أولادي وأن يوصلون لمبتغاهم اللي هم يريدون مو أنا أريده، لأن أنا ما أريد أفرض على أي إنسان، مو إلا دكتور، مو إلا مهندس، لا. أنا بالنسبة لي أرجع نفسي مرات يصير نقاشات، حلقة نقاش بين شباب وبين جماعتنا. فأنا عندي أصدقاء واصلين بالدراسة لكن مو هذا طموحهم، بينما أنا أشوف نفسي حاليا صاحب قهوة حرفي شعبية، يعني مو بالمستوى مثل ما نقول، بس أنا لا عندي بالمستوى. أنا أشوف نفسي نجحت بتحقيق كل أمنياتي والله، ما أتذكر عندي أمنية ما مسويها وما وصلتها. فعندهم أضرب المثل أولادي، قلت لهم أنا كانت أمنيتي أكمل دراستي، يعني وصلت كملت المتوسطة، بعدين شفت الوضع مو مال أكمل دراستي، لا مال أشتغل وأكمل، يعني عندي إخواني ستة بالكليات. فيشهد الله علي كنت شغلي وعملي في سبيل أن أوصل إخواني بالكليات، والحمد لله والشكر هاي كانت أمنيتي.